حزنا على يسوع المصلوب ظلما. جاب الحب العجيب رحمة وراه قساة الكون جرما. جاب الحب العجيب رحمة وراه قساة الكون جرما. أنا من عذبتك بخطيئتي وجلدتك بصوت شهوتي. ألا جعلت دمعي سر توبتي ونرت بروحك عتم ظلمتي. وهم يبسون عليك بإمعان. تطلب لصليبك الغفران وهم يبسون عليك بإمعان. دمك يا حبيب الفؤاد ينبوع خلاص وودان. يستقي أنا عطشان. أتريد ماء أم حب إنسان؟ أين أنت إلهي الرحمن لتسقي عطش ابنك الظمآن؟ أين أنت إلهي الرحمن لتسقي عطش ابنك الظمآن؟ مجروح مردول بقسوة إنسان تضرب عن شهوة
ليست أسيرة. وقفت ببابك يا خالقي، وعلى كتفي ذنوب كثيرة، أحمل الخطايا تعبت بها لشواك الدنيا أمس أسيرة. وقفت ببابك يا خالقي. إلهي أتيتك وفي داخلي شوق التوبة بقلبي الحزين، فخفف عني ربي ارحمني، فلا غيرك يرحم المذنبين. إلهي أتيتك وفي داخلي شوق التوبة بقلبي الحزين، فخفف عني ربي ارحمني، فلا غيرك يرحم المذنبين. وقفت ببابك يا خالقي. وعاتب نفسي كل يوم، وابكي ليلي والسهر يطول، خاطبت وعلم مدى الاثم، فاطرد مني الشر ودعه ببابك. جد نادما
أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج يسوع الإنسان اللي نرتحل بها في غمار إنسانية يسوع التي تدعونا إلى مواجهة هذا العالم بإنسانيتنا التي يتقدس فيها الروح القدس، وهذا الروح الذي يدعونا إلى التحرر والاندماج مع متطلبات السماء. اليوم متطلبات السماء هي أن دوما نكون أقوياء في مواجهة هذه الأرض، وأكيد هذه الأرض هي مكان العمل لأنه لا يوجد بعد هذا الوقت من وقت، فتكون الأرض هي إمكانية بالتأكيد لصلاحنا وبنفس الوقت نضوجنا الروحي. هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه أن نتروحا بالعمق، ولهذا برنامج يسوع الإنسان دوما يقودنا إلى اقتفاء آثار إنسانية يسوع المقدسة، والتي أيضا تعطينا صورة عن تعامل الله الآب مع أبنائه من خلال يسوع المسيح. هذا الشيء اللي دائما نحتاجه في حياتنا الروحية. إخوتي وأخواتي، حلقة اليوم أيضا هي مهمة جدا. لماذا؟ لأن تعد العدة لكياننا الروحي كي ينضج في العمق. وأكيد إحنا المسيحية دوما بين قوسين، هي إيمان يحدث في العمق، يحدث في الداخل، داخل التربة. ودائما نشوف يسوع المسيح يتكلم عن حبة الحنطة التي تدخل في باطن الأرض وتعيش تشققات، وهذا باطن الأرض هو الحياة على الأرض، بالمعنى أنه إحنا ظروف الحياة أمور كثيرة تدعونا أن تشقق جلدنا جدارنا، ولكن كي تخرج من قلب هذا الجدار الحياة وكي تصبح سنبلة، وهذه السنبلة تصل إلى السماء. فإذا إحنا الأرض صعبة قاسية مليئة بالأرواح الشريرة، ولكن أيضا مليئة بالنعم، فأنت الذي تختار. والمسيح أعطانا بشخصه وإنسانيته إمكانية حتى نتقوى ويكون عندنا القدرة على الاختيار، القدرة على الدخول في العمق ورؤية وجه الله. حلقة اليوم أخوتي وأخواتي، يسوع أمام المجرب، بالمعنى يسوع في مواجهة التجربة والمجرب. واليوم يا مكثر التجارب التي تحدث في عالمنا، وبالتأكيد لما نتقوى بقوة المسيح راح يكون عندنا القدرة على القول بأننا أبناء وبنات الله، وأنت أيها الشيطان غير قادر على كسرنا أو هزيمتنا. ولكن مثل ما تلاحظون دائما نذهب إلى الكتاب المقدس حتى يعطينا الإرشاد وبنفس الوقت الطريق، ودائما هناك طريق الذي يقود إلى الطريق. يعني اليوم أنا في الكتاب المقدس أجده طريق يقود إلى الطريق الحق اللي هو المسيح. فإذا أول شيء نفهمه من التجربة أنه هناك دائما التجربة موجودة بوجود الشيطان أو المجرب. تعددت أسماء الشيطان من إبليس وبعلزبول والشيطان وغيرها، كلها تصب في إناء المشتكي العدو للإنسان والعدو لله. فالإنسان في حياته الأرضية دائما مواجه بالشيطان، وإحنا بالنسبة لنا نأخذ من الكتاب المقدس من البداية من آدم وحواء ووقوعهم في الثلاث تجارب اللي بعدين راح نشوفها عند يسوع، وكان يسوع دي يجدد واقع آدم، ولكن هناك فرق كبير بين آدم الأول وآدم الثاني، مثل ما يقول القديس بولس بآدم الأول دخلت اللعنة، ولكن بآدم الثاني اللي هو المسيح دخلت النعمة. وبالفعل إحنا اليوم أبناء المسيح ننهل من كلامه وأفعاله وحركاته الروحية اللي تركنا إياها بين قوسين بإنسانية مقدسة. ثلاث تجارب مهمة وقع فيها آدم وحواء بين قوسين الإنسان. أخوتي آدم، ها أدما بالعبرية يعني الأرض، يعني الأرض، إحنا الأرض ننطق بطبيعة الأرض. الأرض تريد وتحتاج، أيضا الأرض موجودة في أحشانا تنادي وتفتح فمها وتطالب بإرضاء الشهوات، هذا هو حقل الشيطان. وإحنا اليوم أريد نشوف بماذا وقع آدم وحواء
وكيف كانت الشهوات الثلاث اللي نعرفها، شهوة الجسد، وتعرفون أنهم وقفا أمام شجرة معرفة الخير والشر، لذيذة شهية للعيون، لكن بنفس الوقت هناك طعام راح يدخل، هناك مأكل. ولهذا لاحظوا نريد نربطها ويا التجارب التي مر بها يسوع على جبل التجارب. ثلاث، أولى للجسد، شهوة الجسد، وهذه موجودة عندنا أيضا، بأنه جسدنا يصرخ وجسدنا يحتاج وجسدنا ضعيف، وخاصة أمام حركات الشيطان. هناك شهوة العيون وراء أن الشجرة شهية طيبة للمأكل، لاحظوا هنا الحواس. وثالثهم هو الكبرياء، تأكلان يوما ما تأكلان من هذه الشجرة ستصبحان كالآلهة. لاحظوا هنا بالمعنى الشيطان ينطيهم واقع الكبرياء بين قوس، ستصبحان كالآلهة، وضعان نفسيهما بموازاة الله. هذا هو الشيطان، الشيطان دائما يوهمنا بأنه لما يكون عندك القدرة على جني المال، قدرة على القوة السلطة، فأنت تسيطر. والسيطرة باللاوعي النفسي دائما هو الرغبة في الوصول إلى الله. هذا ما حدث عند برج بابل، موقعة برج بابل أخوتي وأخواتي. برج بابل هي أيضا قصة في الكتاب المقدس تخبر بأن الشعب أراد أن يصل إلى الله. فدائما هناك نزعة داخلية في إنسانيتنا تطالب بأن تكبر تكبر إلى درجات أنه توصل، لا تعلم، عقلك مقطوع عن قلبك، فتريد أنك توصل، ولكن أين تصل؟ وأبعاد الله غير أبعاد البشر، ولهذا الشيطان يلغي هذه الحدود، يجعلك أنت والله في مواجهة. هذه التجربة أخوتي وأخواتي، ما يستودعه الله في أعماقنا وما يبذره من كلام الحياة إحنا نقع به أنه ما نسمع له. ليش؟ لأنه يغطي الشيطان في مشهد مأساوي أسود كالح ما يخلينا نتذكر كلام الله. فإذا هذه الثلاث شهوات اللي كانت عند آدم وحواء هي تخبر بالشهوات التي نقع فيها اليوم واللي مر بها يسوع المسيح. ولهذا إحنا نشوف كمال العهد باعه هنا، العهد القديم والعهد الجديد، نشوف بأنه هالأمور تصرخ في العهد القديم ويعيشها يسوع حتى يعطينا القدرة على طرد الشيطان من حياتنا. تعرفون أنتم كل الزين بأن الشيطان حاول دائما مع شعب الله، ليس فقط مع آدم وحواء. نقرأ في سفر الخروج ماذا فعل مع شعب الله في برية سيناء، أوقعهم بالتجارب، الآيات والمعجزات، بعبادة العجل الذهبي، ثلاثة المن والسلوى، هناك تذمر، هناك قحط دي يحدث، وأمام شنو؟ وسوسة شيطانية في داخل شعب الله أن ينكرون وجوده. ولهذا لما صعد موسى إلى الجبل كي يستلم لوحي الشريعة ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ حصل أنه الشعب ترك الله. فاليوم إحنا أيضا أخوتي وأخواتي نمر بهذه التجارب، المجتمع ده يجعلنا شوي شوي ننسى الله، وكثرة كثير من الإرهاصات والأيديولوجيات في مجتمعنا. واليوم حتى الكنيسة تقف عاجزة مرات كثيرة على أنه نوعا ما تلئم الجروح أو أنه توقف هذا الحائط من السقوط والانهيار. لماذا؟ لأن الشيطان في كل وقت ديمور دي يصبح أكبر وأكبر وأقوى وأعتى. لماذا؟ لأنه بدينا نضعف إيمانيا، هذا تناسب عكسي، كلما ضعف إيماننا كل ما تشبثنا بالحياة وأرضاء شهواتنا ورغباتنا كل ما إيماننا بدأ يقل. ولما إيماننا يقل ثقتنا بالله تضمحل إلى درجة أنه نسقط في تجربة اللا إله. ولهذا اليوم إحنا مواجهين إخوتي وأخواتي بمشكلة كبيرة تضرب شبابنا اليوم، هي الإلحاد. والإلحاد ما هو؟ الإلحاد هو إلغاء وجود الله، هو عبادة عجل الذهبي. العجل الذهبي ما هو؟ العجل الذهبي هو الأفكار اليوم عن الطبيعة، عن أنه العالم هو مجرد طاقة، عن أمور كثيرة تخص الإباحية، تخص تعاطي المخدرات، تخص عدم احترام الوالدين، وهلما جرا
كثير من الأمور دا تضربنا اليوم بسبب أنه إحنا دا نتباطأ عن شنو؟ عن مواجهة تجربة الشيطان. الشيطان نقرأ في إنجيل مرقس جميل جدا لما يقول وكان الشيطان يجرب يسوع طيلة 40 يوم و40 ليلة. جميل جدا. متى ولوقا تكلما عن 3 نماذج للتجارب مر بها المسيح، ولكن مرقس كان بعد أعمق لما ما يذكر تجارب، بل يقول أنه كان الشيطان يجرب يسوع المجرب بين قوسين طيلة 40 يوم و40 ليلة. هذا دليل كبير على أنه إحنا لا يمكن أنه نقول نريد نرتاح راحة محارب، أو أنه أنا أسترخي قليلا لأن هناك حرب وأنا تعبت من مواجهة الشيطان. دائما الشيطان ينتظر، هو صبور وينتظر من بعيد كيف راح تسقط. ولهذا نشوف في العهد القديم كيف قدر على شعب إسرائيل وكيف أوقعهم بكثير من التجارب وإنكار وجود الله. ولكن لما نجي على يسوع المسيح أخوتي وأخواتي، وهذا هو في صلب الموضوع مالتنا، كيف يسوع كان فت مشهد عظيم، وهذا مشهد مركزي هو التلاقي مع من؟ مع الشيطان. هذه الملاقات هي حرب، ولكن هي ليست رؤية أو وهم مثل ما كثير من الناس يقولون، أو هو صوت داخلي عاش يسوع. كلا، هناك حقيقة واقع أنه يسوع ذهب إلى عرين الأسد، ويسوع يحب هذه المغامرات أو المخاطرات. إنها مخاطرة لما أنا أذهب إلى عرين الأسد، بالمعنى أنه أنا عندي قوة أعظم منه، أنه عندي قوة أنه أقدر أن أقيده. لكن لما أنا اليوم ما أتسلح مثل ما يسوع متسلح بي، كان لما أذهب حتى لو أحارب الشيطان سأنكسر. لماذا؟ لأنه مرات كثيرا نفكر بأنه هذه الروحية هي من عندياتنا، ما وبنفس الوقت أنه أنا لأنه قوي داخليا، لأنه أنا أقرأ الكتاب المقدس يمكن أنه أقدر أواجه. لكن الأمور هي أعظم أخوتي وأخواتي. اليوم العالم هو هذا جبل التجارب، ويسوع يصعد على جبل التجارب. نقرأها في إنجيل متى ولوقا كيف يسوع بعد ما أخذ الروح القدس في المعمودية، وأكيد هذه فتصورة لكل مسيحي ومسيحية أنه إحنا معمدين، يعني عندنا قابلية على الانتصار على الشيطان. كيف يسوع قاد الروح بعه هنا، وننظر إلى كلمة قاده الروح جميلة جدا. اليوم في حياتنا الروحية أخوتي وأخواتي، اليوم يسوع يقود الروح. بالمعنى شنو؟ بالمعنى ان الروح احتضنه، الروح قاده، الروح دا يحركه، يسوع دا ياخذ ارشادات الروح القدس. وهذه اذا ناخذها على يسوع الانسان وعلى انسانيتنا، هل يا مسيحي ومسيحية انتم حينما تصلون تسمعون قيادة الروح القدس، إرشادات الروح القدس؟ هل تفسح المجال الروح القدس أن يقودك؟ والروح القدس لا يقودك إلى البحبوحة والراحة مثل كثير من الناس يفكرون بأنه أنا الحمد لله والشكر أنا مؤمن، مرتب حياتي، أصلي في وقتي، أصوم في وقتي، كل شيء ما عندي. هنا الاعتيادية أو البقاء في مكان معين مرعب. لماذا؟ لأنه دائما دائما أخوتي وأخواتي المسيحية ارتحال نحو العمق لا يتوقف، هي عملية نضج، عملية نمو مستمرة. لا يمكنك في يوم من الأيام أن تقول أنا الآن قوي، لا يمكن. أنا أقول أنا أثق بالله وأتكل على الله والله سيحارب عني، بس الله يريد أخوتي وأخواتي أنك تتسلح مثل ما يقول القديس بولس في رسالته إلى أفسس الإصحاح السادس، أن نتسلح بسلاح الله الكامل. وهذا راح نقرأ أكيد في معرض كلامنا شنو أنه نتسلح. وطبعا إشعياء النبي ركز على هذا الواقع في الإصحاح 59، قال هالكلمات يعني واستمدها من عدها 100% القديس بولس في رسالته إلى الأفسس. ماذا يقول؟ يقول في الإصحاح 59 من الآية 16 إلى الآية 18، يقول وراء الله أن لا وجود لمؤنس، وتعجب أن لا وجود لشفيع، فشهر للنصر ذراعه، واتخذ العدل سنده، ولبس الحق درعا والخلاص خوذة على
رأسه، وتشز هذا اللي مهم جدا اليوم نركز عليه، إنه شلون أجعل إيماني هو خوذة الخلاص، شلون أني تكون حواسي هي محصنة داخليا وخارجيا. المهم إنه يسوع أيضا يعلمنا كيف ننقاد الروح القدس، وقادنا الروح القدس على جبل التجارب مثل ما قاد يسوع، واليوم عالمنا وهذا جبل التجارب الذي لا يتوقف الشيطان من تجربتنا في كل يوم. بسبب شنو؟ بسبب انه نريد انه نقوى بالايمان. دائما الشيطان يعد ويجعل لنا ترسانة مضادة لترسانتنا الروحية، كل ما تقوينا كل ما الشيطان ضاعف تجاربه علينا. المهم اننا في حرب روحية، وهذا اللي قال القديس بولس لما قال انه حربنا هي ليست مع ناس من لحم ودم بل مع أجناد سماوية روحية، ولهذا يجب أنه يكون عندنا قدرة على المواجهة. اليوم إحنا مهاجمين بفيروس اللي هو كورونا، وطبعا هذا الشيء مهم أنه نركز عليه. اليوم عدونا خفي، أصعب شيء هو العدو الخفي الذي لا يرى، ولهذا لا نعرف من أين يأتينا وكيف يأتينا وكيف يضربنا. فإذا هنا يجب أن نكون حريصين ودقيقين. لماذا يقول يسوع اسهروا واسهروا؟ السهر ليس بمعنى عدم النوم، السهر بالمعنى انه انا ابقى يقظ في كل حياتي لحركات الشيطان وبنفس الوقت لحركات يسوع، وماذا يرسل لي من اشارات تجعلني انه اتطور روحيا. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في التجربة. هنا دائما كلام يسوع مهم جدا لنا اليوم، السهر. فإذا أخوتي وأخواتي، صعد يسوع على جبل التجارب يواجه الشيطان، بقي 40 يوما و40 ليلة، وطبعا هذا الرقم مهم جدا أخوتي وأخواتي. 40 يذكرنا بأحداث كثيرة، ودائما هذا الرقم هو فترة زمنية طويلة ينتهي بها الأمر، يا أما إلى عقوبة يا أما إلى نعمة. وهذا اللي نشوفه في سفر التكوين لما الله يتكلم مع نوح ويقول ها أنا ذا ممطر على الأرض، شنو؟ 40 يوما و40 ليلة، وراح أمحي الأرض وأمحي الشعب اللي موجود عليها، هنا عقوبة. أما موسى الذي صعد وبقي عند الله 40 يوما و40 ليلة كي يستلم لوحي الشريعة، هذه بي نعمة. شعب إسرائيل الذي بقي 40 سنة ظالا في الصحراء تائها ولكن يقود الله، وبالتأكيد أيضا هناك نضج، هناك دعوة للشنو؟ لحرق ماذا؟ لحرق الأغصان اليابسة في شجرة حياتهم إلى نضجوا ودخلوا أرض الميعاد. عندنا في سفر الملوك الأول أيضا النبي إيليا و40 يوما و40 ليلة. فإذا هنا دائما نفكر بأن يسوع هو دائما يظهر، هو موسى الجديد، هو إسرائيل الجديد الذي لم يخن الله، الذي لم يقع بالتجربة، الذي استطاع أن يقود شعبه إلى بر الأمان لأنه هو أصبح المثال. ولكن جرب يسوع وجاءه الشيطان، وهذا اللي يقول لنا يا أكيد الرسالة إلى العبرانيين جميلة جدا في الإصحاح الرابع آية 15 اللي شبه برئيس كهنتنا غير عاجز عن أن يشفق على ضعفنا، وهو الذي خضع مثلنا لكل تجربة ما عدا الخطيئة. فإذا بالفعل أنه يسوع عاش إنسانيتنا، جرب على هذا الجبل والتجارب كانت واضحة وأكيدة، وبالتأكيد أنه متى ولوقا يركزون عليها، هي ثلاث تجارب أخوتي وأخواتي. التجربة الأولى جاءه الشيطان ليجربه، يجربه بهويته، هويته الإلهية وليست الإنسانية. لاحظوا هنا أنا. أما يسوع فذهب إنسانا، وحتى يراوينا بأنه إحنا أيضا على جبل التجارب معه. ذهب إلى البرية، والبرية مسكن الشياطين، البرية خراب، البرية لا يوجد فيها حياة. فإذا هناك يذهب يسوع حتى قبل ما يبدي برحلته التبشيرية أنه يواجه الشيطان ويفهمه أنه المقصد من مجيئة مشيئة الله تتحقق بكسر مملكة الشيطان. وبالفعل يسوع يسمع الشيطان
يرى الشيطان ويقول له الشيطان. الآن مشهد هو من سفر التكوين، وقف آدم وحواء أمام الشيطان. اليوم يسوع آدم الثاني الذي يقف أمام الشيطان، ماذا يقول له؟ بما أنك، شوفوا باليونانية بما أنك، مو إذا كنت، لا، أنه مؤمن بين قوسين. وطرح الحقيقة الشيطان بأنه يسوع في مشهد المعمودية ظهر الله وقال بصوته هذا هو ابني الحبيب. فقال له بما أنك ابن الله وأنت بديت الجوع، بدأ ناسوتك، بدأت إنسانيتك تصرخ، فالآن يجب أنه تسوي الشيء تستخدم به طبيعتك الإلهية. فإذا هنا إشباع الجوع، حول هذا الحجر إلى رغيف. هنا مشكلة كبيرة، أنه دعا الشيطان، شوفوا هنا دعوة الشيطان ليسوع هي أنه يثق بنفسه وبهويته ولا يثق بالله، إشباع الجوع. واليوم إخوتي وأخواتي، اليوم إحنا شعب استهلاكي، بس نريد هذا الشيء، وإذا أجانا هذا الشيء نريد أحسن منه والأحسن، وكأنه أفواهنا لا تغلق أبد، وهناك أفواه داخلية أيضا تصرخ. فهنا المسيح ماذا جاوب؟ إذا جاوبنا إحنا ده يقول أخذها من سفر تثنية الاشتراع، الإصحاح الثامن آية 3 يقول له ليس بالخبز وحده ويحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فإذا هنا التوجه ليس هو إشباع الحاجات الجسدية، هناك إشباع لحاجة حقيقية هي التبشير بكلمة الرب. اليوم المسيحي والمسيحية ما يكونوا الناس أرضيين يركزون فقط على شبعهم الأرضي، هناك شبع أعظم اللي هو شبع من كلمة الله. ولهذا يسوع المسيح شبه نفسه بخبز الحياة المن النازل من السماء، بالمعنى اليوم احنا نركز على هالجانب هذا. فاذا ما اكون استهلاك اخوتي واخواتي، وانت يا مسيحي ومسيحي لا تكونوا استهلاكيين. التجربة دا تجي بانه الشيطان دا يراوينا كثير من الشهوات اللي تشبع جسدنا، اللي تشبع دواخلنا ورغباتنا. فاذا هاي التجربة الاولى، يسوع امام المجرب ينطينا هذا الواقع بين كلمة الله هي الاعظم، والجوع الى كلمة الله والشبع من عنده هو هذا الواقع الحقيقي اللي نحتاجه. هناك التجربة الثانية، أخذه وقاده إلى شنو؟ إلى مكان فوق الهيكل. وتعرفون أنتم الهيكل وأمام ناس وجمع، وكانت حشود جاءت في الحج، وتعرفون أنه هذا الواقع بشهرة. فقال له بما أنك ابن الله ارمي نفسك من فوق. وشوفوا هنا الشيطان يستخدم شنو؟ ويتلاعب بكلمات الله وبالكتاب المقدس، آيات الكتاب المقدس. وهذا الشيء أنا أتمنى أنه ما نوقع به أبد، أنه نستخدم آيات لضرب الآخرين أو أنه نبين بها ضلال كثير من الناس. لا، أنا دائما كلمة الله تدعوني إلى الحياة. ولهذا أخوتي وأخواتي، هنا وقع يسوع، أراد أن يسقط يسوع في تجربة صانع العجائب، صانع المعجزات، ويجيب يسوع ويقول له، يقول له لا تجربن الرب إلهك. سفر تثنية الشراع صحاح 16، لاحظوا هنا بالمعنى أن أخوتي وأخواتي لا تجربن الرب إلهك. اليوم نوقع بيها لما كثير من الناس يركزون على أنه لماذا لم يخلصني الله، أنا مو مؤمن بي، وضعت إيدي بالنار، أنا هسه يجب أن يبعث لي الله علامة أو ما يخليني أحترق. وتجرب الرب إلهك. اليوم أنا أقول للناس احتموا من فيروس كورونا، حاولوا أن تبتعدون، حاولوا أن تسوون نوع من التباعد الاجتماعي، لكن هناك أناس يقولون احنا مؤمنين بالله ما نسوي هذا الشيء، ونعرف بأنه الله راح يحمينا، فكيف إذا أصبت؟ فهنا أنا أقول للشخص الذي يقول أنا مريض سأعتمد على الله، أنا أقول لك أخي وأختي اذهب وخذ الدواء ومن ثم قل ما تريد عن الله. فهنا لا تحصر الله، لا تجرب الله، لا تخلي الله ضمن مقاييسك، وهو وكأنه مادة تقدر أنت أنه ترقيها أو تنزلها. حركات الله غير حركاتنا، ولهذا لا نجرب، لا نحصر الله في مكان معين. هذا اللي يريد يقوله يسوع. ولهذا لا تبحث عن الأمان بهذا الأسلوب. ليش؟ لأنه الشيطان
استخدم مزمور 91 آية 12 مكتوب بأنه إذا رميت نفسك ستحملك شنو الملائكة، ولما تحملك لا تزل قدمك أو لا تسقط على حجر. لكن يسوع المسيح أخوتي وأخواتي لا يبحث عن الأمان الأرضي، بل هناك أمان في الإيمان بأبو السماوي والثقة والاتكال به. ولهذا أخوتي وأخواتي هذا الشيء هم عظيم يقدم لنا يا يسوع، بأنه هذه التجربة بالمعنى أنه إحنا ناس نبحث عن الأمان وهذا الأمان ضاع وتائه. ليش؟ لأنه أمان أرضي، لا يمكن الأرض أن توفر لنا أمانا داخليا سوى الله. التجربة الثالثة أخوتي، وهذه التجربة هي تجربة تحكي عن التسلط، تحكي عن السلطة الأرضية، وهذا الشيء هم موجود في داخلنا. إحنا نحب السلطة ونحب أنه نمتلك ونحب أن نتذذ بما نملكه. أما يسوع الفقير والذي بقي فقيرا شنو أعطانا إمكانية أخرى، نقرأ بالتطويبات كيف أنه تعامل ويا الفقراء. ولهذا شوفوا هنا لما يأتي إلى يسوع ويقول له المجرب، يقول له انظر إلى الممالك، لاحظوا هنا أعطيك إياه كلها، بعد جملة سياسية أخوتي وأخواتي، جملة سياسية تعطى ليسوع أنه إن سجدت لي فسأعطيك كل شيء. السلطة السياسية، السلطة العالمية، الفكر العالمي، فكر العولمي، كله مو ضمن مخططات يسوع المسيح، لأن ملكوته ليس أرضي وإنما ملكوت سماوي. ولهذا أجاب بقوة وقال له للرب وحده تسجد وإياه وحده تعبد. وهذا شيء أيضا نفهمه في من سفر تثنية الاشتراع. فإذا أخوتي وأخواتي بماذا أجاب يسوع؟ شوف يسوع أمام المجرب بماذا كان متسلح؟ أولا بعلاقته بالله، علاقة بنوية وثقة واتكال، لم يستطع الشيطان أن يهزمه، تركه وغادر. اثنين كان متسلح بكلمة الله، يعني إنه أنا اليوم لما أتكلم ويا الناس، لما مو بالمعنى أنه أقتطع آيات، ولكن يجب أن أحفظ آيات، يجب أنه أفهم بأنه عندي مادة الله اللي اعطاني اياها هي الكلمة، فيجب أنه ألقيها للناس. هذا مهم جدا أخوتي وأخواتي. شوفوا متسلح في سفر تثنية الاشتراع، كيف أنه الشيطان إجا وحارب يسوع بنفس كلام الله. لما قرأنا مزمور 91 يسوع ثلاث مرات أجابه بكلمة الله، مكتوب مكتوب مكتوب. فإذا اليوم المسيحي الحقيقي والمسيحية الحقيقي كيف يمكن أن يترعرعوا بالإيمان، أن ينمو بالإيمان ولا يعرفوا كلمة الله؟ السلاح هو كلمة الله أخوتي وأخواتي. ولهذا أنا أريد أن أذكر ماذا قال القديس بولس فيما يخص هذا الموضوع بالتجارب، بأنه إحنا أخوتي وأخواتي مهما تمر علينا التجارب لكن الله دائما معنا. هذا مهم جدا، صومنا صلاتنا حذرنا من الشيطان، ولكن دائما الله واقف ينتظرنا. مثل ما الشيطان نقرأ في رسالة بطرس الأولى صحيح 5:8 يقول انتبهوا من شنو؟ من الشيطان، لأنه كأسد زائر يرود كي يقتنصكم كفرائس كفريسة. فهنا دائما إيش قد ما الشيطان يحاول أن يفترسنا، لكن الله بعد أقوى أنه منتظرنا. ولهذا أودعكم بهذه الآية الجميلة، يقول قديس بولس في رسالته إلى الكورنثوس الأولى، يقول ما أصابتكم تجربة فوق طاقة الإنسان لأن الله صادق فلا يكلفكم من التجارب غير ما تقدرون عليه، بل يهبكم مع التجربة وسيلة النجاة منها والقدرة على احتماله. فإذا أخوتي وأخواتي أمام كل تجربة يوفرها الشيطان هناك إمكانية لشنو؟ إمكانية للحياة المقدسة والنجاة من قبل الله. الرب يبارككم يقدسكم وتكونوا مواجهين حقيقيين للشيطان الذي لن يقدر عليكم إن كنتم متعززين بنعمة الله. الرب يبارككم يقدسكم. تقبلوا تحياتي محدثكم الأب صميم باليوس.
برنامج برعاية نور فارمسي، صيدلية نور بإدارة الصيدلاني المختص إحسان كمنو، يرافقه كادر من أكفأ الصيادلة الصيدلانية إيفا زيو والصيدلانية مريم عكام، مع الكادر التقني هاني زيتونة، نور الرئيس، نزار داود، رنين شحولة وليث كاتشو. تقع الصيدلية على الميل 14 وشارع رايان في مدينة وارن. كما نعلمكم أننا نقبل بمعظم أنواع التأمين الصحي وبالأخص الميديكيد والميديكير. هاتف الصيدلية 586-268-3900. صيدلية نور في خدمتكم دائما. والشكر الجزيل لكل من يتعامل معنا وسيتعامل معنا في المستقبل، والله يبارك الجميع.